أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في خبر اليوم يأتيكم من قناة الجامعة. افتتاح الأسبوع البيئي التاسع بجامعة جنوب الوادي. افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي صباح اليوم الأسبوع البيئي التاسع، وذلك بحضور كل من الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع الأسبق، والدكتورة هدى السعدي مقرر فعل المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هلا نوفل عميد كلية الإعلام، والدكتور منصور النوبي عميد كلية الآثار، وذلك بكليتي الإعلام والآثار. وأكد رئيس الجامعة على أهمية إقامة هذا الأسبوع البيئي بصفة مستمرة، وذلك لتحفيز الطلاب وتعزيز روح المشاركة لديهم. وأضاف رئيس الجامعة أن خلال هذا الأسبوع البيئي تقدم الجامعة قوافل طبية وبيطرية ورياضية في كل ربع محافظات جنوب الصعيد. وأضاف مؤكدا على ذلك الدكتور محمود خضاري أن حرص الجامعة على إقامة الأسبوع البيئي نقطة تلقي الضوء على أهمية قطاع البيئة وخدمة المجتمع، وجاء ذلك خلال فعاليات اليوم البيئي التاسع بجامعة جنوب الوادي، وذلك بحضور كوكبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية خبر اليوم، دمتم في أمان الله.